جهة اليمين ممتازة يا سلام اللعب العربي والتسديد الله 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 يا سلام لقطة روعة روعة من النادي العربي بن سوزا وسيد أشكال أمورة مستتبة على مستوى الدوري هذه الكرة فيها جول 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 باولينيو سجل الهدف الثاني العربي كما يجب أن يكون في مباراة الليلة في مباراة الليلة ليلة رائعة ليلة ولا أحلى بالنسبة العربوية يتمكنون من تسجيل هدفين رائعين في غاية الروعة الهدف الثاني باولينيو يسجل الهدف الثاني يطلق قاذفة في مرمى حارس الجيش خليفة أبو بكر هدف صعب جدا خليفة أبو بكر يواجه حقيقة صعوبة من كرات مهاجم العربي والآن تسديدة تأتي قريبا